حديثنا اليوم حول موضوع من الأهمية لمكانه، لا سيما وهو خلق من أخلاق الإسلام. والإسلام يتكون من عقيدة وأخلاق ومعاملات، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أساس بعثته والغاية من رسالته أن يتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وخلق اليوم هو جماع الأخلاق. يعني لو أردنا أن نقول إن الأخلاق الإسلامية تفرعت من هذا الخلق لقلنا ذلك. خلق الشهامة والمروءة. الشهامة والمروءة من الأخلاق العظيمة التي تخلق بها الأنبياء والأولياء والصالحون. ونحن إذا نتحدث اليوم عن الشهامة فإن أهل مصر قد جبلوا على الشهامة وجبلوا على المروءة. أهل مصر قد جبلوا على المروءة والشهامة. فسل نبي الله عيسى وأمه مريم حين أتوا إلى مصر كيف عاملهم أهل مصر، بل سائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قدموا وعاشوا في تلك الأرض المقدسة الطاهرة أرض مصر، ماذا صنع لهم المصريون؟ شهامة وكرم واحتفال. هكذا هم المصريون، إنما جبلوا على الشهامة والمروءة والكرم. فالشهامة هي فعل الأمور العظيمة لاستحداث المحدوثة الجميلة. شهامة معناها قصده إن تعمل أعمال عظيمة، تكون عالي الهمة، تكون صاحب خلق سليم لإحياء الذكر الحسن في الناس. المروءة والشهامة أن تصل الأرحام وأن تلين الكلام وأن تعين على نوائب الحق.